سلام عليكم. هذا المكان هنا هو المكان اللي يتسلم به الطفل، يتوقع الأب أو الأم ويتبسم ومن ثم يخرج الطفل. طبعا موجود هنا المعقم وكذلك الجوز، المهم حتى كل شخص يمسح البصمة مالته، بس بالتالي نشوف النتيجة. هاي النتيجة، تمام؟ مكان معقم، مكان نظيف. آراءكم يعني اكتبوا لي آراءكم بالتعليقات. مستشفى الفرات الأوسط هي مستشفى حكومية تابعة لوزارة الصحة العراقية، وصدقوني أفضل من 1000 مستشفى أهلية متواجدة بالعراق، من حيث الأجهزة والنظام التعقيم، خدمات المتوفرة داخل المستشفى، مراقبة الأطفال الدورية، مراقبة العلامات الحيوية على مدار الساعة، توفر العلاجات المتكاملة للأطفال حديثي الولادة داخل مستشفى الفرات الأوسط، كذلك وجود جهاز الأشعة البورتابل المتنقل داخل ردهة الخدج المعقم. كما تلاحظون أصدقائي، هذا الطفل على جهاز السيباب.